السلام عليكم. انا الاب ديال الصبي اللي اختفى. انا ما كنقولش اختفى ولدي، سرقوه بواحد الطريقه فنيه اللي داروا لي طام وداوه. ولدي ما الاثنين من الدخله مع الدخله ديال المدرسه ناض الصباح كيف العاده، كيف موالفين ضاحكين ناشطين. انا غنمشي المدرسه، سير ولدي الله يسهل عليك واحد الساعة ولا شنية على المدرسة ولا ساعة ونص ولا شنية، عيط لماما قال لها ماما أنا غادي مع حنان أمها. إوا مني كتكون مازال نكون قال حنان بوحدها نقول طيش ديال الدراري، هادو دراري صغار طافقوا، راه هادي ما راه كنعرفوا حنا جيل ديال اليوم. ولكن مني غايقول حنان أمها هذا ولات مسألة ديال اختطاف، لأن لا يعقل شي مرأة بعقلها غتدي دري كيقرا بلا أخبار والديه بلا واخا تكون غادا قاعد تهلا فيه غادا بيه نزهة نيس، لا يعقل. هذه راه جريمة اختطاف. السيدة ما كنعرفوهاش فين كتسكن، ما عرفناش كاع شكون، ولا ما عرفناش شكون ما عرفناش فين كتسكن. هذه مسألة قالها لنا ولدنا وصافي مات. وانا اللي كنعرف على ولدي راه انسان مربي مخلق مؤدب مرضي بشهادة الجامعة، بشهادة الدرب، بشهادة المدارس، بشهادة الأساسيدة، بشهادة صحابه، بشهادة ما فهمتش. أنا ولدي أنا دابا ولدي راه ماشي كنقلب عليه، حقيقة كنقلب عليه، لأن بحالو بحال الصبيان. أنا كان أي صبي غادي يبقى فيا إلا كان غايقع عليه بحال هكا إنسان مخلق ومربي ومرضي وكيقرا مزيان وهادي ويمشي يضيع بهذه الطريقة هادي، راه اي صبي يبقى فيك، ماشي غير ولدي. ولدي خصنا نقلبوا عليه نقدوا، ربما تكون واحد الا دابا كاع هو راسو من ديته راسو ولا شي حاجه، راه واحد الساعه ديال الطيش. خويا اللي واقع هاد المساله هادي ما بقاش كتهم الراي العام ولا كتهم السلطات المحليه، حيت هادشي غادي وكيكبر. كنتمناو من السي الحموشي يتدخل في اقرب وقت، حيت الشباب هادو ولات كتشكل مشكل على الساكنه. هادشي ولات الدراري ولاو كلشي والديهم خايفين على ولادهم، ولاو كيديهم مدرسه، هادي شي عصابه. والدري ماشي مختفي مختطف، وكنطلبوا في اقرب وقت السلطات تدخل. والديه في واحد الحاله لا يرثى لها، الاب ديالو خصوصا، الاب ديالو مسكين راه ما كينعس لا صباح لا عشيه. امين خويا الا كنتي كتشوف هذا الفيديو، وانا قلتها البارح راك تشتي هذا الفيديو، حاول تجي اخويا في اقرب وقت. وكاينه واحد النقطه اللي هي البارح جانا واحد اتصال، شي وحده سميتها حنان كتقول ليه انا جي نعيط، كتعيط كتقول حقا الا بغيتي ولدك انا، فهمتي؟ شي المهم هادشي داخلين فيه، كاين شي خطه اللي متفقين على هاد الولد هذا، وعصابه هي اللي فهمتي اللي مخططه لهادشي. امين امين خويا الا كنتي كتسمعني، الله يرضي عليك اخويا. الا ما جيك راه والديك في واحد الحاله لا يرثى لها، راه مساكن راه معذبين. واش ما بقاش فيك باك مسكين نور الدين، ما بقاش فيك عزيز عليكم مسكين، ما الله يفك وما مخسر لك ما حتى شي حاجه. كديك المدرسه كنشوفو كيقطعك ديما، كنتلاقى معاكم كنسلم ديما مقطعك وجايبك المدرسه في السكين في الصباح في وقت الغداء. حشومه عليك اخويا، امين حاول تجي لداركم ونطفي ود البلاد، راه بزاف اخويا، راه ما نكذبش عليك والله العظيم، الا تجرحنا من قلبنا ما بقيناش خدامين على خاطرنا، ولينا مديرونجين. والناس اللي شادينهم حاولوا، واش ما بقاوش ما عندكمش ولادكم؟ حشومه واش ما عندكمش الحنان؟ انا مجيت ولادكم، ديروا انت تشوفوا شي نهار غيمشي لكم ولدكم وتشوفوا هاد الناس. راه مساكن راه 15 يوم دابا هما معذبين، راه حشومه كون فيكم شويه الحنان وحاولوا تعمروا ايمانكم بالله، راه كاين الموت. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.